لا دابا العايل من اللي جا جا للدار تيجري مرعود، قال لي بابا حشومه. قلت له شنو هي حشومه؟ قال لي حشومه نصبر له نيش انا هكذا نصبر له بيبيه ديالو. قلت له شكون يصبر له بيبيه ديالو؟ من تما تجبد الموضوع. من تما تجبد الموضوع فين ما فين. جيت لهنايا عيطنا لهذا السيد هذا الله يجزيه بخير جلال، هو اللي جاب لنا كارت ميموار شلنا الفيديو. قال لك ملي خرج من الدار، ملي خرج حيت الدار هي غينا، ملي خرج من الدار جبر واقف قدام الدار، قال له تبعني وبقى تابعو. العائلة صغير بقى تابعو. اش نقول لك، انا ملي شفت الفيديو انا بل دابا تنتمنى نشبرو قبل ما يشبرو حتى شي واحد. تنتمنى من الله نشبر نشدو قبل ما يطيح حتى في يد شي واحد. لا واخا زعما احتراماتي للمخزن، ما غايدير ليه داكشي اللي غندير له انا ان شاء الله، داك السفان داك السنان ما حيت. اش نقول لك، تا خصك غير تحس بيا وصافي. تا خصك تحس بيا صاحبي، تا خصك تحس. عرفتي الا حسيتي بيا غتعرف شنو واقع اصاحبي. دابا ما جي من الكوميساري قال لك جيب حمدانيه، واش ولدك ولا ماشي ولد؟ ما نعرف واش علاش بغاو الحمدانيه، ما فهمتش علاش بغاو الحمدانيه. دابا الناس قدم مني في هذه الحومه، تنقول لك انا 20 عام هنا قدم مني وما حققوش، لان ولد الحرام ديال الكمامه. وكاين واحد كاين واحد الفيديو هنا فرقنا من اللي قضى الغرض منه وطلقوا شبرات هذيك بلا كمامه. فتنتمنى من السلطات، تنتمنى من دوك الاختصاصيين يجبدوا لي نشوف وجهه. الزوم دوك الاختصاصيين. وتنتمنى زعما اش نقول لك، تنتمنى ما يطيح في يد شي واحد حتى يطيح في يدي انا. تقول لك العائله تترعد، دابا راه في الكوميساريه، ودابا عائل صغير جيب في الكوميساريه تترعد ولا تيخسر حوايجه. ما كانش 4 سنين ونص تمشي دابا طلعتي مع الكوميساريه غتجبرو ولا تيتمتم. والسيد هو تيعرفو يعني الحومه كامله، المربيه ديالو ها هي اونفاس ديالنا تتعرفو.